طريق هذا طريق هذا مش بيت في خط كعبة كرب واحد يهز وفيه اكسونات ديما فيه اكسونات وانتم محاطكم محاطك مجرم فيه تراه وشوفوه هذا كياس حفرة قدك يعرضك واحد يتسطع فيه يتتركز في حفرة ما هوش بيه كياس حط كعبة مزار كبير هك ماشيين معايا طريق وانت يشوف راحتك ماخذ راحتك الكرامتك ولا مزار برشا حاسب رايك هنا ومطر تصب والدنيا ضباب يتيح في القنطر هاخذوا الواد يتيح في القنطر ويجي صباح بكري وما تشوفي حد شيء مظلم وضباب وساعة ساعة وتجي هوش ما هوش بيك الطريق حدثنا على الطريق هذا الكل يتعدينا عليه قلت لي حافلة متاع تلامذة يتعدوا عليه بصفة يومية القمطرة هذه اللي احنا ديجا طوى فوقها هي أيلة للسقوط حدثنا على هذا الكل هذه الطريق متاع ولاد السلامة فهمتني وجات بعدة صولات وشافوا لها الطريق هذا المعزول لا من نقل ولا من جينا الكار في ثلاثة مرات في النهار وهذا كان من القنطرة هذه مهدة للسقوط إلا ما توقع من السلطة نحن نطلب نداء من السلطة من رئيس الدولة ومن سيد الوالي ومن رئيس الحكومة ومن السلطة الكل باش يشوفوا الحالة اللي تعيش فيها ولاد السلام إلا ما توقع كارثة كما كارثة عمدون باش جينا السلطة وتطل علينا المنطقة هذه نحن رانا في منطقة معزولة تمام لا من الطريق ولا من النقل ولا من الموارد رزق ولا من حتى شيء احنا نعيش وكاين ما نعرفش احنا توانسه ولا شنو نطلبوا من السلطات نطلبوا من سيد رئيس الدولة يعمل زياره بوشئية هو والسيد الوالي ولا رئيس الحكومه يشوفوا المنطقه ذي كيفاش تعيش لا من الطريق ولا من القنطره ولا من النقل القنطره ذي مهدده للسقوط يعني ما ادريش عليها الكلام ذا وقت تطيح بهم القنطره بالنسبة لوسائل النقل العمومي عندكم هنا وسائل النقل بالنسبة لوسائل النقل ما عندناش نقل كانت عندنا نقل تو معزولة ما نعرفوش شنو وضعيتها علاش ما موجود لأننا كانت عندنا نقل في الفوريير وإحنا تو نعيشوا بلا ما عندناش نقل اللي ما عنده كيفاش تنقلوا بين تستور وولاد سلامة نتنقلوا اللي ما عنده أنا ميكانيكي يتنقلوا اللي ما عندوش يمشي على ساقيه منطقة معزولة تماما لا عندنا نقل لا عندنا حتى شيء تلامذنا تعبين وإحنا تعبين فما شكون حكالي قال لي نحبوا على رخص متاع نقل ريفي نحب رخصة أنا نحب رخصة ونطلب مسؤولاتي يعاونوني ويعطوني ترخيص وأنا نلتزم باش ننقل هالمواطنين هذية والتلامذة ونقوم بواجباتي نجم تنتقل بهم التلامذة والكل في مع يعني الظروف اللي قاعدين نشوفوا فيها متاع الكياس هذي نعم ظروف الكياس نجم حالة مزرية بيزموا بسكاسولات يزموا يعملونا حل يعملونا حل جذري ويجوا يطلوا على المنطقة هذه هاك تخزروا له كيف حالته كرابنا تكسرت حالتنا حليله فانت ولينا في عزله لنا في عزله اصل اخر تصور غادي شوفه بلا رجع الكاميرا شوف القنطره كيفاش هذا طريق والله يا ربي ما عنديش ما نقول مش هذه الكاميرا مش المره الاولى ومش المره الثانيه كل مره يجوا يزينون الكياس شويه يحطوه شويه يدوهم في الحجر غادي مش ارواح نقولوا اول مره ذي مش يرقلوه اول مره ذي مش يرقلوه كل مره تلامذه فهمتي كارتس في 200 تلميذ فهمتني ولا بعد وقت يتوقع الكارثه قد يقولوا تقصير وقتها معي ولا لصقوا فيها بعض شكون في شكون مش جاي شكون عمل هذي شكون ما نعرفش حد بالله والله ما غير هاي بعد هبطهم غاديك وبعد يمشوا على رجليهم الغاديك تركبهم وتوصل للقنطره الاخرى كيف وين المكتب كيف انت ما هكاك
انتهى مرحلة كارم تاع تلامذة، يعني كي توصل الكل قنطرة خاطرهم قايلين للسقوط الكل تهبط تلامذة يتعداو على ساقيهم، يتعدى على ساقيهم وبعد تركبهم غادي وتوصل للقنطرة الأخرى كيف كيف، تزيد تهبطهم تطلع تركبهم وتواصل. شوف فيها كياس ما فيه مش وكياس، هو كياس هكاك ما مش وكياس، كياس ها سير فيه الحاجات الخايبة ومش وكياس به مش وبه كياس ما فماش، هاك تشوف ضيق عادي يدوزك راه بالسيف كان ما تخرجش كهربا تصنع في الاخر. هذه تتبع منطقة أولاد سليمة، نحكيو على الكياسات كيفاش تتنقلوا، عندكم نقل ريفي؟ نحن نسكنوا لهنا ناقصين الماء والكياس أكا، هو هذه هي اللي ينقص أكا الماء والكياس، وبعد على ما عندناش نقل يتعدينا لما نعرضوا بعيد أكا، هذه هو اللي ناقص معناها بالنسبة لمنطقتنا لهنا، باقي الحمد لله. ما عندكمش بالكل وإلا ينقطع ساعة؟ لا لا ما نجم لاسباب، نمشوا بال يجيبوا لنا بالتراكتور، نمشوا نكروا كاميونه بالبيض، نجيب لنا كل 20 يوم 15 يوم هكاك بالبيض. بالنسبه ذي لدار بابا، بالنسبه لداري انا راجلي يجيب كل يوم زوز بيضنا على الموتور كل يوم. بنيتي العيشه هاي مقابله تشوفي فيها الكياس هكريتيه كيفاش، والله عملوا العزوز متي لقيني كيفاش نزوه هاي خلاص، والماء والمحطه بعيده علينا عاوني وين، وكي نمشوا للسوق نجيبوا حتى كم خضره والله الا ما نمشوا على رجلنا ثم، وياكي ضال الدنيا نو الا نلقوا كيفاش نمرقوا اللي ما ضارش عنده حوايج مخمل ما ضل قاعد للشر. ها بنيتي انا الكياس وامي هذاك هو اللي طالبين، هذاك هو بنيتي اللي طالبين اخي الدنيا عيل كلها في حال. ايش عايشين؟ عايشين كيك هنا عايشين كيما هذاك هي العيش. عندكم فلاحة؟ عندكم أراضي؟ عندنا طريف الزيتون هذاكم، وهذاك هو بنيتي وكنا عيشيتها وين هذاك هو، ما عندنا حتى حاجة أخرى، البيوت هاك تشوفي فيها بنيتي هذاك هو اللي عندنا، مش نكذب عليك غير يجيبولنا ماها والكياس بركة ما حاجتنيش، ها هاني يعني اللي نعيشوا به فيه البرك، لا عندنا تقاعد لا عندنا جواب لا عندنا حتى شيء، أنا يعني نعيشوا ما كل هويشات وهذاك هو نوكشنات وباي هذاك هو. هذا عملناه نحن وعاوننا العمدة وعملناه على جيوبنا نحن، كان الكياس من هنا سكرهولنا بالبحير، عملوا البحير وسكرونا الكياس، عملنا الكياس هذا وعاوننا العمدة عليه، ما عندناش حتى كي موتنا ميت نهزوها على ظهورنا، وخاصة كي تصب شوية مطر لا عاد لا واحد يمشي لا يجي، يمرض لنا مريض نطلعوه على ظهورنا، ميت نهزوها على ظهورنا كيف كيف للكياس لفوق. ما عندناش حتى واصلا الكياس واعر، هاك شفتوا الكياس اصلا واعر الكياس ما نجموش نطلعوا عليه، وبالنسبه للماء تعبين زاده في الماء، نجيبوا من هنا يعطونا جماعه الحي في الماء، نمشوا على البهيم حشاك نجيبوا الماء من الحي، نمشوا للديار ندقوا عليهم يعطونا الماء جماعه الحي تاع ولاد سلام، وماء الماء نتاع السباله عندنا كي زيت الزيتون من دون نشربوا منه وكهو، لا ندوشوا منه ولا ندعوا عنا بير لهنا ندوشوا بي مالح البير حافرين ونسقوا منه ندوشوا بي، هذاك هو ما عندناش لا كياس باهي لا عندنا ماء، الامور تعبه ضربه واحده، هنا ما نحبش نقول الامور تعب خاطر الناس كلها تشكي على الامور تعب، وعندنا زاده مقسم تاع ارض اموره تعبه زاد، الدوله يلزمها تتلفتن خاصه لجماعه الارياف، جماعة الأرياف راهي تعاني في معاناة مش باهية خلاص، وشبابنا ضايع
تو شباب شباب والله يا سيدي انا اولادي ظن خمم عليهم بعد كيف انا على الاقل راني نتمرمد ونعيش كيما نحب نعيش نعيش، اما اولادي بعد كيفاش مش يقروا؟ كيفاش مش يتنقلوا؟ كيفاش مش يشربوا؟ انا نشرب حتى من قلتها نشرب منها تاع ماء، نشرب هما كيفاش باش يعيشوا بعد؟ والكياس اختي تو نحن كذا عندنا كياس، نجموا نجيبوا الماء بكاميونه، نجموا نتنقلوا، نجموا نسوقوا، نجموا والله ما تحب كاميونه طاب نسوقوا، ما اكثر اثنين نمشوا على البهاي. كي نمشوا لتستور نسوقوا، ما اكثر اثنين نجي نمشوا من المزفت بالدوره هذيك نجوا على البهاي ملانا، وكذا نهار مطر ظل معزولين، لا واحد يمشي لا يجي، حتى ساعينا يقعد للشر في الدار. رجلونا الكياس وتلفتونا شويه.